بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تحدث المؤلف رحمه الله فيما مضى عن ذكر القرآن لمشابهة هذه الأمة لمن تقدم في الدين والدنيا وذم ذلك، ثم قال رحمه الله: وأما السنة فجاءت بالإخبار بمشابهتهم في الدنيا وذم ذلك والنهي عنه، وكذلك في الدين، ثم ساق أدلة. نعم. هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الأدلة ولله الحمد تكون من الكتاب الكريم ومن السنة النبوية المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع دليل الكتاب ودليل السنة كان هذا أقوى، وهذا ما حصل في تحريم التشبه بالكفار، أنه دل عليه القرآن ودلت عليه السنة النبوية. نعم. قال: فأما الأول، يعني من أدلة السنة على ذلك، الذي هو الاستمتاع بالخلاق، ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال الشيخ رحمه الله: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف على أمته فتنة الفقر، وإنما يخاف بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكها، وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية. نعم، هذا من الأدلة من السنة على أنه سيحصل في هذه الأمة من يستمتع بخلاقه منها، يعني نصيبه من الدنيا. وهذا في حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين، والبحرين المراد بها هجر، وهي بلاد الأحساء في ذلك الوقت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صالحهم على أن يدفعوا من المال ما شرطه عليهم، فأرسل أبا عبيدة يأتي بهذا المال الذي تم الاتفاق بين أهل البحرين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ولما علم الأنصار بقدوم أبي عبيدة جاءوا مسرعين في آخر الليل، وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. ليس من عادتهم أنهم يأتون بهذه الكثرة رضي الله عنه. رضي الله عنهم. هذا يدل على حب الإنسان للدنيا، حتى ولو كان من أقوى الناس إيمانا فإنه يحب الدنيا، ولا يلام على ذلك،
لا يلام على محبة الدنيا، نعم، ولكن يلام إذا أسرف في محبة الدنيا وقدمها على الآخرة، نعم، هذا هو الذي يذم. أما كونه يحب الدنيا، الله جل وعلا قال: وتحبون المال حبا جما حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. حب المال يعني هذه غريزة جعلها الله في الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم تبسم عليه الصلاة والسلام تعجبا من يعني حب الإنسان للدنيا، حتى ولو كان من أهل الإيمان القوي ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك عجب صلى الله عليه وسلم وتبسم، يعني ضحكا خفيفا، هذا عادته صلى الله عليه وسلم، أنه كان ضحكه التبسم، وإذا بالغ في ذلك بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، ما كان يقهقه بالضحك، وإنما كان يبتسم، وإذا بالغ بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام تعجبا من حبهم للدنيا مع قوة إيمانهم. ثم إنه بشرهم وقال: أبشروا فلن أبخل عليكم بشيء فيه خير لكم، ولكن ولا أخشى عليكم الفقر، لأن الفقير يتواضع ويسكن وينشغل بطلب قوته، نعم، فلا يخشى عليه من الطغيان. فالفقر فيه مصلحة من ناحية أنه يكسب الإنسان التواضع، ويكسبه أيضا القناعة بما آتاه الله، لكن الخشية من كثرة المال. الله أكبر. من كثرة المال، لأن المال يطغي، كما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالغنى فيه خطورة، الغنى فيه خطورة شديدة. ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، يعني وفرة المال، فإن ذلك فيه خطر، لأنه يحمل الإنسان على الطغيان، ويحمله على اتباع الشهوات، وهو الاستمتاع بالخلاق الذي حذر الله منه. نعم. قال: ولكن أخشى عليكم أن تمسط الدنيا كما بسطت عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. تنافسوها يعني تتسابقون إليها، وإذا تسابقوا إليها حصلت الشحنة، وحصلت الخصومات والمنازعات بسبب التنافس على الدنيا. فالتنافس على الدنيا يسبب محاذير بين المسلمين، فهذا الذي خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على خطر المال، خطر الغنى والثروة، وأن المسلم يحذر، وإذا آتاه الله مالا فليكن على حذر من ذلك، لئلا يطغيه هذا المال أو يحمله على الانشغال بشهواته وملذاته والإعراض عن الآخرة. نعم. قل من يفهم الشيخ التوسط بين التحذير من الطغيان عند الغناء وفوائد الفقر، يفهم أنه لا نطلب معاشا ولا رزقا، نقعد وندع العمل. قلتم لنا ذلك وأخذ الكفار الدنيا وقعدنا نحن في المؤخرة. ما قلنا يقعدون، لكن نقول إن الفقير لا يكون فيه مثل ما في الغني من الطغيان. نعم. ولم نقل إنه لا يطلب الرزق، يطلب الرزق، الله أمر بطلب الرزق، ولكن هذا من باب المقارنة بين الغنى والفقر، بين الغنى والفقر، لا من باب أن نحث على ترك طلب الرزق وعلى ترك العمل للدنيا، لأن العمل لدنيانا بأن نعمل ما يغنينا عن الناس وعن الدول، هذا أمر مطلوب، هذا المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. نعم، هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ودع الأحياء وودع الأموات، خرج إلى أهل أحد، يعني الشهداء، شهداء معركة أحد، خرج إليهم يسلم عليهم ويودعهم، وصلى عليهم. يحتمل أن صلاة الجنازة، مع أنهم شهداء والشهيد لا يصلى عليه، أو يحتمل أن المراد به الدعاء والسلام، فالدعاء يسمى صلاة. خرج إليهم عليه الصلاة والسلام، صلى عليهم، ثم إنه قال ثم إنه أقبل إلى المنبر، يعني صعد المنبر صلى الله عليه وسلم، وهذا توديع للأحياء، فقال ما ذكره في الحديث. نعم، قال: إني فرط لكم. إني فرط لكم، والفرط هو السابق إلى الماء، الفرط في اللغة السابق، هو السابق إلى الماء، الذي يسبق قومه ليسقي لهم الماء. والرسول فرطنا، أي سابقنا إلى الحوض يوم القيامة، وهذا فيه إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أعطاه الحوض وأعطاه الكوثر، وترد هذه الأمة على هذا الحوض كما جاء في الحديث، ويشربون منه، ومن شرب منه شربة واحدة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا، نسأل الله فضله. ولكن يرد عنه أناس يعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يذادون ويردون، لأنهم أحدثوا بعده ما أحدثوا من الردة أو من البدعة، فيمنعون من ورود الحوض عليه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله: إني فرطكم على الحوض، أي تلقوني على الحوض. نعم، قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. وأنا شهيد عليكم بالبلاغ، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالرسل يشهدون على أممهم بالبلاغ، وأنهم بلغوهم الحجة ولم يبق لهم معذرة. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة تشهد للرسل السابقين بالبلاغ، تكون شهداء على الناس، والرسول يشهد لهذه الأمة بالخيرية والعدالة ويزكيها في هذه الشهادة. نعم، قال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. نعم، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه ينظر هو في الدنيا وينظر إلى حوضه في الآخرة، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، هذا هو محل الشاهد. نعم، وإني والله ما أخاف، أعطيت مفاتيح الأرض أو مفاتيح، يعني أباح الله له المعادن التي في الأرض، التي في الأرض، وما فيها من الذهب والفضة وغيرها من المعادن، فإن الله أباح لعباده هذه المعادن وهذه الأرزاق التي أودعها الله في الأرض. نعم، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها، وفي رواية: أخشى عليكم أن تنافسوا فيها وتقتتلوا. ليس معنى هذا أنه لا يقع في هذه الأمة شرك، بل إنه سيقع كما يأتي في الأحاديث،
نعم. ولكن معناه أنه خاف عليهم الدنيا أشد مما يخاف عليهم الشرك. من الشرك، لأنهم فهموا الإسلام وعرفوه ودخل الإيمان في قلوبهم وتمكن من قلوبهم، فوقوع الشرك فيهم قد يكون قليلا، ولكن ليس معناه أنه لا يقع. نعم. فلا يفهم من هذا الحديث ما يفهمه المخرفون، إن هذه الأمة لا يقع فيها شرك أبدا. وأين عباد القبور الآن وعباد الأضرحة وغير ذلك من الذين، حتى عباد الأوثان؟ نعم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما يأتي. نعم. أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان ومن يعود إلى عبادة الأوثان في آخر الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما خاف عليهم الدنيا أشد من خوف الشرك عليهم. نعم. قال وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. هذا وجه الخوف عليهم من الدنيا، أنهم يتنافسون فيها ثم يحصل بينهم نزاع وخصومات في أمور الدنيا، ثم يؤول الأمر إلى حمل السلاح بعضهم على بعض، وهذا يقع كثيرا. نعم. يقع كثيرا أنهم يتقاتلون على الدنيا، يقتل بعضهم بعضا على الدنيا. على الدنيا. نعم. قال عقبة فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. نعم. عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول إن هذه آخر خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم، فهي وداع للأمة ووصية للأمة عند وفاته صلى الله عليه وسلم، تحذير لهذه الأمة أن يخوضوا أن يستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاق. نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنافسون ثم تحاسدون ثم تدابرون أو تباغضون أو غير ذلك، ثم تنطلقون إلى مساكن المهاجرين فتحملوا بعضهم على رقاب بعض. نعم. هذا نفس الكلام الذي سبق، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن الله سيفتح لهذه الأمة بلاد فارس وبلاد الروم، وهما أمتان عظيمتان في ذاك الوقت، دولتان كبيرتان. أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستسقط، دولة الفرس ودولة الروم، تحت المسلمين، وأن المسلمين سيملكون ما عندهم من الثروات. ولكنه سأل أصحابه ماذا تكونون حين ذاك إذا فتحت عليكم الدنيا واستوليتم على ممالك فارس والروم. الفرس والروم، ماذا تكونون؟ أي قوم أنتم؟ فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قولا حسنا، نكون كما أمرنا الله، كما أمرنا الله ورسوله. فهذا دليل على قوة إيمانه رضي الله عنه، وعلى أنه لا يتغير موقفه من الإيمان بسبب الثروة أو بسبب، فهذا من باب حسن الظن بالله عز وجل ولما يجد في قلبه رضي الله من قوة اليقين. وهو معروف أنه ثري الصحابة، أنه كان عنده ثروة عظيمة، ومع هذا لم تطغه ولم تنقص من فضله وعبادته، لأنه عرف قدر الدنيا، أخذها ولم يغتر بها، وإنما أخذها لمقاصد حسنة، للإنفاق في سبيل الله عز وجل والإحسان إلى المحتاجين. فهو أخبر عن ما في نفسه وما يجده رضي الله عنه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم توقع من الأمة أنهم عندما يحصلون على هذه الثروات أنهم يتنافسون فيها، كل يريد أن يحوزها دون الآخر، ثم ينشأ عن ذلك النزاع بينهم والتباغض والتحاسد على أمر الدنيا. نعم.
ثم يؤول الأمر إلى ما هو أشد، وهو الاقتتال على تحصيل هذه الدنيا والمغالبة بالسيف على أمر الدنيا. فدل على أن انفتاح الدنيا على الناس أنه فتنة، قل من ينجو منه. ولهذا قال فلما نسوا، قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم. قال ثم تنطلقون إلى مساكن المهاجرين فتحملوا بعضهم على رقاب بعض. هذا هو أن نهاية التنافس على الدنيا أنه يؤول إلى القتال، ليتغلب الأقوياء على الضعفاء ويحوز المال دونهم. نعم. قال رحمه الله وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل ما شأنك تكلم رسول الله ولا يكلمك؟ قال ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرحضاء وقال أين هذا السائل، وكأنه حمده. فقال إنه لا يأتي الخير بالشر. وفي رواية فقال أين السائل آنفا؟ أو خير هو؟ ثلاثا، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شاهدا يوم القيامة. نعم. وهذا الحديث حديث عظيم، أنه جلس صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلس حوله أصحابه على عادتهم في تلقي الحديث عنه والتوجيه منه صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم عن أنه خشي على أمته من زهرة الدنيا وما يفتح عليهم من زهرة الدنيا، فهذا فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنها ستفتح على هذه الأمة الدنيا، وقد وقع ما توقعه صلى الله عليه وسلم، وأنها فتحت الدنيا على المسلمين بعد ذلك. فالرسول خشي على أمته من هذه الزهرة أنها تفتنهم، وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم وتحذيره للمستقبل، إذا وقع هذا الشيء أن يكون المسلمون على حذر أن يأخذوا الدنيا، لكن يحذرون من شرها ويضعونها في مواضعها، وقل من يفعل ذلك، قل من إذا أخذ المال وضعه في مواضعه الشرعية، وإلا من وضعه في مواضعه الشرعية سلم وغنم، لكن المصيبة من لم يضعه في مواضعه الشرعية فهذا يكون المال شرا عليه. ولهذا لما سأل السائل فقال أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله، فزهرة الدنيا كأنها خير ونعمة، فهل تأتي بشر؟ يعني هذا من باب التعجب والسؤال. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الصحابة أنه أعرض عنه لأنه لم يرضى سؤاله، في حين أن الرسول أعرض عنه من لأجل أنه انشغل بنزول الوحي. كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كان يتصبب عرقا من شدة ما يلقى من ثقل الوحي، فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم ومسح العرق قال أين السائل، حينئذ الرسول لم يهمله
اللهم صل. ولم يتركه عدم اهتمام بسؤاله، وإنما تركه لأنه انشغل بالوحي. فلما ذهب عنه ما حصل من آثار الوحي، وعند ذلك ما نسي السائل، قال أين السائل؟ نعم. قال وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخير يعني كأنه حمد هذا السؤال. نعم. أي نعم. قال إنه لا يأتي الخير بالشر، الخير لا يأتي بالشر، ولكن المال خير، ولكنه قد يأتي بالشر حين يستعمله الإنسان في غير موضعه. أما إذا استعمله في موضعه فإنه لا يكون شرا، فالمال ليس شرا مطلقا وليس خيرا مطلقا، وإنما على حسب استعمال صاحبه له. ولهذا قالوا في رواية ضرب مثلا للدواب التي ترتع في الربيع والزهر والعشب، فمنها من يحسن الرعي، وتصريف ما يأكل، وهي التي تأكل من الخضر ومن النبات، ثم تترك الرعي وتبرك وتستقبل عين الشمس من أجل الحرارة حتى يتهضم. الله، مثال رائع جدا. اي نعم، حتى يتهضم ما في بطنها وتبول وتثلط، يعني تروث، فيخف ما في بطنها، ثم تقوم وترعى. فهذا مثال لمن يستعمل الدنيا بحكمة ويأخذها برفق، مثل هذه الدابة التي لما شبعت بركت واستقبلت عين الشمس حتى تصيبها حرارة الشمس، ثم تهضم ما في بطنها. وزهرة الدنيا إنما يكون الخطر فيها لأن مثل الربيع منه ما يهلك حبطا، يعني انتفاخا، تأكل الدابة من أول الربيع وتنتفخ بطنها ثم تموت. كذلك طالب الدنيا إذا أسرف في طلبها فإنه حينئذ تقتله هذه الدنيا، أو يلم، يعني يقارب من الحبط، من الحبط. وضرب لذلك مثل الدابتين، والدابة الثانية التي استغرقت في الأكل والرعي حتى تخمت ومرضت. فهذا مثل الذي يطلب الدنيا بنهم. نعم. إذن طلبة الدنيا مثل الدواب ترعى، مثل منها دابة تأكل حتى تموت، ومنها من تأكل قصدا. أي نعم، كذلك بنو آدم. نعم. منهم من يأخذ الدنيا بقدر ويستعملها بحكمة، هذه تكون خيرا له، ولا يأتي هذا الخير بالشر. نعم. وإنما يأتي بالخير، لكن الثاني هو الذي يأتي بالشر، خير أتى بشر وهو سوء الاستعمال. نعم. ولذا في الرواية الأخرى قال أين السائل آنفا أو خير هو ثلاثا. نعم. إن الخير لا يأتي إلا بالخير. نعم. وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. نعم، حبطا يعني انتفاخا، لأن الدابة إذا رعت من أول الربيع تنتفخ. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. بقي في هذا المثال النبوي الرائع لفرق من يأكل الدنيا واستعمله استعمالا حسنا أو سيئا ما نحتاج الإفاضة فيه، لكن ندعه للقائنا القادم إن شاء الله، لنهاية لقائنا اليوم دونه. في نهاية هذا اللقاء نشكر لشيخنا الكريم الشيخ صالح فوزان الفوزان ما تكرم به من البيان، ونشكر لكم أيها المستمعون الكرام حسن متابعتكم، ونسأل الله ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.